خلونا ايضا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله وشكر لله. دكتور عوض، احنا يمكن كنا بنتكلم من اول حلقه على اهميه هذا المؤتمر في خلق تكامل حقيقي ما بين افريقيا وبعضها البعض لدعم صناعه الدواء، بس انا بحط ما بين قوسين كمان لدعم البحث العلمي المتعلق بابتكار واختراع الدواء. ما بعد صدور قانون التجارب السريريه، نعتقد ان الطريق يمشي في اي اتجاه يا دكتور؟ شوف سيادتك، احنا يعني بالفعل عندنا ابحاث كلينيكيه. حلو. لكن عاده الابحاث الاكلينيكيه السريريه او الابحاث اللي في مجال الدواء بتعملها شركات الدواء. مش الحكومه ولا الاشخاص. كويس. ليه بقى حضرتك؟ عشان تكتشف دواء جديد ومركب كيماوي جديد دوائي بتحتاج تختبر عدد ضخم جدا من الكمات حتى تصل الى مركب صالح للانسان يستخدمه وامن للانسان. دي عملية وقت تاخد وقت طويل جدا وبتاخد تكاليف عالية جدا. عادة اللي بتطلع هذه الأدوية يا إما مراكز بحوث جامعية ممولة من شركات دواء أو شركات الدواء مباشرة بتجريها حضرتك. كويس قوي. فإحنا يعني في ناس كتير فكرت في هذا الموضوع لكن الوقت والتكلفة بتبقى باهظة. ده بتاخد سنوات طويلة جدا يا أستاذ يوسف طبعا عشان تقدر تعمل مركب وتجري عليه تجارب معملية ثم تجارب على حيوانات التجارب ثم على البشر بعدة مراحل، فدي عملية طويلة المدى. يمكن سيادتك لاحظت في موضوع الأدوية أو اللقاحات في أثناء كورونا كان يقول لك احنا سجلنا الدواء ده تسجيل عاجل أو تسجيل مستعجل أو تسجيل طوارئ. ليه؟ لأنه لم يأخذ حقه في البحث العلمي. مظبوط. الفترة الزمنية البينية المطلوبة. طيب هنا ده بيخليني أنه هل يبقى في عندي خطوة أولى ممكن تبقى متعلقة بسبل لرعاية أبحاث علمية داخل الكليات والجامعات المختلفة أو حتى المراكز البحثية اللي أنا عارف أنه أغلبها حتى هذه اللحظة إن لم يكن كلها باستثناء واحد أو اتنين تابعة للدولة، أنه يبقى في عندي مصنعين أو شركات صناعات دواء كبيرة في مصر بتدعم أو تمنح بتدي منح لطلاب لأجل البحث العلمي وما إلى ذلك؟ دكتور بيني. ألو. أيوة يا فندم، مع حضرتك. محتاجة نوع من التكامل أو الترابط بين الصناعة والبحث العلمي أو الجامعات المصرية. ليه بقى؟ إحنا عدنا فترة طويلة جدا بنعتمد اعتماد كبير على عمل أدوية بيسموها جنيسة أو ممثله لادويه ثانيه. ايوه. فانت بتقدر تجيب المواد الخام من بره او من مكان استيرادها او تصنع بعض المواد الخام وتدخلها الصناعه تطلع اقراص او كبسول او شرطه. انما فكره احنا نصرف مبالغ طائله على اكتشاف مركب كيماوي جديد يعني دي يمكن تحتاج وقت بعض الوقت وبعض طبعا. لان شركات الدواء العملاقه استاذ يوسف اللي هي بتعمل هذه التجارب الاكلينيكيه على ادويه جديده بتصرف ملايين. يعني مثلا تلاقي شركه ضخمه او متعدده الجنسيه بتاخد نسبه مئويه من ارباحها تقاعد البحث العلمي. صحيح. الارباح دي بتبقى مليارات. مظبوط. من الدولارات او اليوروهات او جنيه الاسترليني. والابحاث دي قد تتكلف مليار برضه. قد تتكلف وقد تنتهي في اخر بيت المركب ما ينفعش. صحيح. صحيح. فهي كده لما بيلاقوا مركب بينفع ويستخدم للبشر بيقتوا. عشان كده تلاقي بعض المركبات غالية الثمن جدا نتيجة للتكلفة الباهظة بتاعة البحث. إذا يرى أو كيف يرى دكتور محمد عوض تاج الدين المأمول من هذا المؤتمر صحة إفريقيا؟ هذا المؤتمر ولد بعد يعني فترة زمنية كبيرة جدا وتفكير كبير جدا لتربيط
تربيط او ربط الدول الافريقيه ببعضها. يعني انت قاعد في مصر الحمد لله نتائج طيبه في الرعايه الصحيه، عندك انتاج دوائي وفير، يمكن دخلنا 130 شركه دواء او اكثر، من مجموعه 152 شركه بتنتج ادويه. فاذا عندك طفره في بعض الادويه. سيادتك لما حصل ازمه كورونا الحقيقه يا استاذ يوسف لم نشعر حقيقه باي عجز او نقص في اي دواء من الادويه. فاذا انت عندك اله بتصنع الادويه اللي انت عايزها، وعندك اله حتى بعض الادويه الجديده او الحديثه قدرت تعمل نوع من التفاعلات مع الشركات صاحبه هذا الدواء بانك تصنعه في مصر. طيب وافريقيا؟ افريقيا بتعاني، وانا قلت كده النهارده في كلمتي قدام سياده الرئيس. ايوه. فعلا. فانت وفي بعض الدول الاخرى فيها بعض الشركات. وبعدين لما نيجي نحتاج دواء مواد خام كلنا بنلجا لدول اخرى. وبعدين لما كان في ازمه عالميه، عندما لم يكن هناك وفره في الدواء، عندما كانت سلسله التوريدات يعني تقريبا مقطعه، عندما كان مصاريف الشحن باهظه، فما احنا قاره واحده وعندنا وسائل مواصلات داخليه، نهر النيل العظيم، مواصلات بريه، يعني تقدر تتواصل. فلماذا لا نرى بعضنا ونشوف بعضنا ونشوف امكانياتنا مش بس الدوائيه؟ النهارده يا استاذ يوسف انا من شويه صغيرين ما خلص المؤتمرات العلميه اللي هي تبع هذا المؤتمر. ايوه. انت بتوريهم انتاج دوائي، انتاج اجهزه، بتوريهم القدره الوطنيه المصريه في مستوى في مجال الطب بحثا وعلما وقدره. عظيم. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه.